انت عملت ايه في حياتك وحش عشان يحصل معاك كل ده؟ انت بعت نفسك للشيطان. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. والله العظيم انا ما قتلت حد. عبد المنجد دفع لك كام؟ وعشان ابني يعيش عيشة كويسة انا لازم ادفع تمن ده. انت تاجر مخدرات وانت شغال في مدرسة. احنا ما بنشتريش تمن جدعانة رجالة. انت مش بتقول انك بتطير؟ طير بقى. كل البني ادمين خاينين. انت متصور وانت بتقتله. شفت العيال بتزل قد ايه؟ اول واحده هتشكي فيها لو اختفيت. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ما تفهموني. نسيتونا عالسوكو ولا ايه؟ لمس اكتاف يوميا الساعه 11 مساء حصريا على CBC في رمضان.